تلك هدية اليوم أغنية مرمر زماني للراحل طلال مداح، ولكن بصوت الفنانة الكبيرة
أسماء المنور. أسماء المنور مطربة مغربية ولدت في الدار البيضاء في المغرب سنة 1978. بدأت المجال الغنائي أو بدأت الغناء عام 1995، كان عمرها 17 سنة، من خلال أحدى الأغاني التي أنتجتها الإذاعة الوطنية المغربية. وبين عامي 1996 و2000 حظيت بفرصة زيارة بلدان عربية عديدة، منها مصر ومنها دول الخليج، ومنها من بين دول الخليج الكويت. تعاونت مع الفنان كاظم الساهر والفنان أبو بكر سالم وعبد الله الرويشد وعلي بن محمد وحسين الجسمي. عرفت بتعاونها مع علي بن محمد بأغنية قلبي دايم معاكم، وحققت نجاحا كبيرا. هذا باختصار عن الفنانة المغربية التي استمعنا، أسماء المنور، استمعنا إلى أغنية طلال مداح بصوتها.